اليوم رح نتعرف على أكبر سوق للملابس بشتى أنواعها في مدينة إيو في الصين، سوق إخويا للملابس. خليكم معنا وتابعونا. مرحبا يا كرام، معكم حسن علوان، مقيم في الصين وخبير بالاستيراد والتصدير والتجارة الدولية. قبل ما نبدأ الفيديو هذا، أنا عملت صفحة على الفيسبوك باسم حسن علوان، راح أترك رابط الصفحة في صندوق الوصف. والهدف من الصفحة هاي متابعة أخبار الصين والرد على أسئلتكم واستفساراتكم بخصوص الفيديوهات اللي أنا بنزلها أو بخصوص الصين والتجارة من الصين بشكل عام. خلينا ندخل في الموضوع. سوق إخويان للملابس هو أكبر سوق للملابس موجود في مدينة إيو. السوق هذا أعيد بناؤه عام 2011 على مساحة 240 ألف متر مربع، ويحتوي السوق على 8 طوابق. السوق متخصص في بيع الملابس بالجملة، ولكن بعض الأحيان ممكن شراء ملابس بالقطاعي بأسعار مميزة وجودة ممتازة. يتكون السوق من 8 طوابق، كل طابق فيه العديد من الممرات، وكل محل له عنوان وله رقم معين. السوق فيه لوحات إرشادية باللغة العربية واللغة الإنجليزية وطبعا اللغة الصينية. الطابق الأول أو الأرضي من السوق متخصص في بيع السراويل والجنزات. الثاني من السوق متخصص في بيع الملابس الرجالية بجميع أنواعها. أما الطابق الثالث من السوق متخصص في بيع جميع أنواع الملابس النسائية. الطابق الرابع من السوق متخصص في بيع الملابس الرياضية والبجامات وملابس النوم، إضافة إلى ركن في الطابق الرابع متخصص في بيع الملابس الصوفية. أما الطابق الخامس من السوق متخصص في بيع جميع أنواع ملابس الأطفال بمختلف فئاتهم العمرية. الطابق السادس من السوق عبارة عن موقف للسيارات. أما الطابق السابع والثامن من السوق متخصص كمعرض للملابس الكورية، الملابس الخاصة والفريدة. احنا الآن بالطابق السابع. الطابق السابع والثامن من السوق متخصصة بالمنتجات المستوردة من كوريا.
انت بتشوفني على اليوتيوب بدي اطلب منك تشترك في القناة وتعمل لي اعجاب وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بنعملها، واذا انت في الفيسبوك بدي تحط لي لايك وشير للفيديو عشان نضلنا مستمرين بتقديم مثل هذه الفيديوهات. واذا انت معني بالاخبار والجديد في الصين ياريت تتابعني على صفحتي في الفيسبوك. بالنسبة لاستيراد الملابس بدك تاخد في عين الاعتبار انك تستورد الملابس قبل الموسم بفترة كافية، لانه الملابس ربما تحتاج فترة تصنيع ورح تحتاج فترة شحن ورح تصلك البضاعة بعد تقريبا شهرين او ثلاثة من عمل الطلبية، فياريت تاخد في الاعتبار موعد عمل الاوردر والموعد التقريبي اللي راح تصلك فيه البضاعة، عشان كتير من الدول عندها موسم شتاء وموسم صيف، فالأفضل تصل الملابس الشتوية قبل الموسم وكذلك الملابس الصيفية. كمان في ملاحظة مهمة، إيو مش أقوى شيء في الملابس، عندك مدينة كوانزو وأسواقها ومدينة شيشي وأسواقها، فالأفضل إذا أنت شغال في مجال الملابس تمر على الثلاث مدن هدول، كوانزو وشيشي وإيو. أما الملابس الداخلية فهي موجودة في سوق الفوتيان في مدينة إيو، ورح نعمل إن شاء الله سلسلة حلقات عن سوق الفوتيان. وصلنا إلى نهاية الفيديو، بتمنى الفيديو يكون عجبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.